نكمل مع بعض الجزء اللي فاضل من الوركشوب بتاعتنا. دلوقتي انا عايز العربية دي وهي ماشية الارض دي تتسحب وراها او تتهد وراها. معنى كده اولا عايز حاجتين، اولا البلان ده او البوكس ده انا مش محتاجه، فانا ممكن اعمل رايت كليك واقوم قايل له هايد سيلكشن، او ان انا اعمل اوبجكت بروبرتيز واقول له display as box، وبكده يبقى ولا كأنه موجود. دي حاجة. الحاجة التانية والمهمة قوي ان انا عايز اعمل زي بوكس تحت البلان ده، بحيث لما دي تقع يبان ان في هنا ارضية. هطلع للتوب فيو وهروح اخد بوكس وهقوم جاي واخده هنا كده واخده لتحت بي، واجيب البلين. انا مش محتاج حاجة اكتر من كده، ممكن حتى ان انا اسحبه لتحت شوية بحيث يبان ديب قوي بالشكل ده كده. خدنا ده ويطلع كده. قبل اي حاجة اعمل رايت كليك convert to editable poly، وهاخد الفيس ده واعمل له ديليت، وهضغط او هروح على شيل وبس عشان اديله سمك. يمكن اخلي ده زي ما هو كده او اخليه 1، والانر يعني هزوده شويه بالشكل ده كده. هروح بعد كده واعمل تيسيليت، هلغي تنجن 0 واخلي كواد، هضغط F4 وهقول له مثلا 3، هقول له 4، المهم يبقى في شوية سيجمنتس بالمنظر ده. وهنزل تيربو سموز وازود الريتريشن شوية. يعني الفكرة في اللي انا عملته ده انه انا عاوز اعمل، انا حتى ممكن استغنى عن الشل تمام، ودي نتيجة يعني افتكر نستغنى عنه احلى او احسن يعني. بعد كده هرفع ده لفوق بحيث يبقى هو داخل في ده كده. الفكرة ان لما دول يقعوا يبان ان في حاجة تحت. طيب هنعمل الاول ايسوليت لده، طبعا لو جينا الايسوليشن هنرجع زي ما كنا تاني. نعمل ايسوليت ده وهروح هنا واحط نويس واقول له فراكتل، وهنشتغل على واي وهنشتغل على اكس. نشتغل على اكس وهقلل السايز، هو ده اللي انا عايز اوصله. وهنشتغل على واي تمام، يمكن حاجة بيه حاجة بالمنظر ده. بعد كده هحط نويز تاني، هسيب النويز ده كبير، النويز ده كان صغير هسيب ده كبير زي ما هو، وهضغط برضو فراكتل واشتغل على زد شوية واشتغل على واي شوية. بالظبط هو ده اللي انا عايز اوصله. انا عايز اعمل حاجات واسعة وحاجات ضيقة. وبعد كده هحط فوقه تربو سموز بالمنظر ده كده. يعني ناخد حاجة دي يعني سريعة، حاجة سريعة. وانا تقريبا عامل هنا إلومينت ويز ديفولت، بس افتكر ان هقول بيرفورمانس عشان الشكل يبان انضف. وهعمل F4 وهرجع بمنظر ده كده. هعمل ايزوليشن ستاندرد تاني، ادي الايزوليشن. افتكر ان الستاندرد ااا
الديفولت بقى، يعني حاجة بالشكل ده. نطلع براها واحنا كده جاهزين. العربية دي بمجرد ما هتعدي زي ما قلنا احنا عايزين دول يقعوا، اذا احنا عايزين نأثر على دول بفورس. الفورس اللي احنا هنأثر بيها هتبقى الويند. بفضل اعمل اوتو جريد عشان اشتغل على البلان ده، والويند هتبقى سفيريكال، وهربط الويند دي في العربية. فيما معناه ان هاخد دي كده احسن حاجة اعملها الاينمنت مع العربية وارجعها ورا العربية بشوية بالمسافة اللي انا عايز الارض تقع فيها بالشكل ده كده. وكبر بقى الويند بتاعتك، ما ننساش نعلم على رينج انديكيتور، ناخدها يعني كده. بعد كده نروح للينك وين لينك دي مع العربية كده. الويند او العربية لو اتحركت الويند مش هتدور، بس خلي بالك من نقطة، نقطة السنتر بتاع الويند دي هي اللي هتتحكم في اتجاه ده رايح فين. فانا عايز اخلي دي تحت البيسز بتاعتي بالمنظر ده كده. بعد كده هجيب الجراوند فريكس اللي هي دي، واروح على الريفاير فلوتر، وهروح هنا زي ما هما في الاستاتيك، وهحط دول في السليبنج اوبشنز. هروح لفيزيكس عندي، من خلي بالنا هناخد الويند نحطها في سيميوليشن بروبرتيز، وعايز اقول ان هم ديد سليبنج اوبشنز اوتوماتيك. بمجرد ديد سليبنج اوبجكتس هو هيأثر عليهم بالويند. لو رجعنا ورا وعملنا كنترول اس نعمل سيف، بس خلي بالنا من حاجه معينه، ممكن يكون بطء جهازك بسبب ان الهارد مش مستحمل الكتابه بالسرعه العاليه بتاعت البرامج اللي زي دي. فاللاب بتاعي اصلا نقطته الوحشه الهارد، وده هيتغير ان شاء الله قريب. خلي بالك دايما بص الديسك ب100%، كل ده بيعمل سيف. لو خدت بالك لما ماكس هيجي هنا ماكس بيعدي ال 130 وال 100 وال 120 ميجا بير سكند في الكتابه على الديسك. فنخلي بالنا ان ممكن جهازك يكون قوي جدا 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 بس الهارد اللي بطيء. المهم كانت معلومة على الماشي. لو جينا نعمل بريفيو هنشوف هتمشي ازاي. انا افتكر ال ديفولت 3 بريفيو، هنشوف بقى الدنيا هنا كده ظروفها هتبقى عامله ازاي. ادي العربيه عدت، نيجي بعد كده للويند. ايه واخدين بالكم انتوا؟ جميل. حاجة بقى، اولا الويند سترينجز بتاعتها ضعيفة جدا، افتكر لو 5 هتعمل فرق. تعالوا نعمل سيميوليت تاني. وانا مش محتاج ان انا ابدا سيميوليشن من فريم 2، افتكر من فريم هنقول 40 ل 200. تمام، ونشوف لو عملنا بريفيو.
اه زي ما احنا شايفين. بس في حاجة كمان، أنا عايز أخد الويند دي في النص، مش عايز أخدها تبقى ورا تبقى ورا العربية بالظبط، أنا عايزها في النص، أنا عايز أروحها في الستاندرد تو ديفولت لايتس لايت أولويز. نجرب تاني، اهو بالظبط بيرفع الحاجة لفوق. تمام، الفور كنسل، هقلل دي واحد عشان تبقى اسرع شوية. حلوة، ماشي تمام، بس انا مش عايزها تبقى كده، يعني انا عايزها تخش على دول تنطرهم لفوق. معنى كده ان انا عايز اقول له هنا revive dead by velocity. لو انا قلت له مثلا 30، معنى كده ان اي حتة من دول هتتحرك 30 سنتي هتنزل. تمام، طيب دي حاجة. الحاجة التانية، الأخ ده أنا عايز أحطه هنا في الاستاتيك بريفيو، ادي البريفيو اللي احنا هنعمل بيكنج عشان نشوفها. طبعا نزلت مني تحت، جميل جدا. تعالوا نعمل كده بيكنج، او نعمل بيك للانيميشن. بس قبل ما اعمل بيك للانيميشن، والله انا عايز اجرب حاجه مش عارف، يعني يمكن اول مره هجربها معاكو، مش عارف ري فاير هياخدها ولا لا. في الفورسز في هنا حاجه اسمها فورتكس، يعني مش عارف ري فاير هيقرا الفورتكس ولا لا. يعني الفورتكس المفروض تسحب دول على طول فوق كده زي التورنيدو او الاعصار. يعني جرب هنشوف، هقول له اد للفورتكس ويمكن هو ليها وقت بداية ونهاية، فانا هرفع كمان الاكزل دروب و بريفيو. مش عارف هيبقى ظروفه ايه، هل هيقراها ولا مش هيقراها. هفتكر كنت انا جربتها في الفيرجن اللي هو 1.698، ما قراهاش، فمش عارف هل هو اتحط سبورت لبقيه السبيس ووركس ولا لا. هو كده كده اوريدي في سبورت للبومب وفي سبورت للويند، لكن الفورتكس ما كانش فيه سبورت ليها في الفيرجن اللي قبل ده، فانا مش عارف هل هو حط سبورت في الفيرجن ده ولا ما حطوش. بالمناسبه انا رفعت الريفايف ديد باي فيلوسيتي اللي هي دي، رفعتها اللي هي 100 بدل 50 بس عشان تمسك نفسها شويه.
هو بيغيب المرة دي عشان الأوبجكت اللي بتاعها. ولا الهوا. انا هزود ده الاتنين. ما افتكرش ان في اي اثر. ولا اي حاجة. يعني حتى لو على فرض ان انا هغير مكان الفورتكس. طب تمام. جميل مفيش مشكلة. كنسل وهنعمل بيك للانيميشن وارجع لكم. تعالوا كده نشوف الانيميشن. طبعا اللي هنشوفه ده بنسميه نون ريل تايم، يعني مش دي السرعة اللي بتظهر في الفاينل ريندر. كليك. ده ان الفورتكس اشتغلت. اشتغلت ما بنتش الا هنا. بصوا هي حركته، هي الفورتكس دي اللي حركته مش الويند. جميل 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 جميل. عملنا سي عشان نشوف من الفيو بتاع الكاميرا هنلاقيها كده. بس دي مش الريل تايم. لو عملنا رايت كليك هلاقي ريل تايم مقفوله. مشكله ريل تايم ان لو السين تقيله ماكس بيعمل سكيب للفريمات. يعني لو عملنا كده ده معمول له سكيب، مش دي السرعه اللي الانيميشن بتاعك هيظهر بيها. تمام. بس كفيزيكس الدنيا تمام. ده بالنسبه لشويه الحاجات اللي في الريفاير. مش عايز اطول قوي في الكلام فيه لان احنا يعني احنا مش هنتكلم في حاجة اكتر من اللي انا اتكلمت فيها هنا. طبعا مش ده الشغل اللي بيتعمل في البرودكشن. اللي بيتعمل في البرودكشن بنشتغل بثينكينج بارتكلز، ودي معانا ان شاء الله في الترم الثالث والرابع من الكورس. فنخلي بالنا احنا بندرس بس ريفاير عشان لو حابين ان احنا نعمل شوية حاجات في الترم الاولاني هيبقى بالريفاير عشان نقدر نشتغل ديستراكشن او نعمل سيميوليشن لحاجات فيها ديستراكشن بالمنظر ده كده. طبعا ممكن نضيف عليه حاجات كتير جدا. ممكن نضيف ان احنا ممكن نشتغل بالبي فلو، ان احنا نحط زي بارتكلز بتطلع من القطع دي كنوع من السكندريز او السكندري ادز، لكن برضو هخليها لما ندخل في الكورس ان شاء الله. اتمنى تكون او يكون الريفاير او بقيتوا فاميليار مع ريفاير، واتمنى تجربوا عليه حاجات اكتر كمان من اللي انا اتكلمت عليها، زي مثلا ان الصخور دي تتحط في الاستاتكس، او مره تانية تتحط في السليبنج. العربيات دي تتحط في السليبنج برضو وتعمل لها اكتيفيت باي فورس بحيث انها تخبط في الجدران دي. طبعا دي تتحط في السليبنج اوبجكت برضو. اشوفكم على خير ان شاء الله في الانترودكشن بتاعه. هنتكلم في الفيوم في اكس ابتداء من المحاضرات اللي جاية ان شاء الله.